السلام عليكم. اليوم تجربتنا في مختبر السيطرة هي التجربة الرابعة، دائرة تحكم العكس جاهدة وراء المحرك ثلاثي الأوجه. الهدف من التجربة التعرف على طريقة التحكم العكس جاهدة وراء المحرك ثلاثي الأوجه. مكونات الدائرة: أليف، دائرة القدرة هي محرك تيار متناوب، ملامسات رئيسية في اللاقط، الحماية الحرارية. باء دائرة السيطرة نحتاج بها مفاتيح ضغط التشغيل والإطفاء، ملامسات مساعدة في اللاقط، ملف اللاقط. طريقة عمل دائرة القدرة وطريقة عمل دائرة السيطرة نجي نشرحها على الرسم يكون أفضل. هنبدأ دائرة القدرة. هنا أنا عندي مصدر 3 فيس ار اس تي داخل عن طريق مصهرات، وهنا عندي الكونتكترات C1 وC2، وعندي الأوفرلود، وعندي هنا المحرك مربوط على شكل ستار، لأن Z وX وY خالين شورت عليهم، يعني الربط هو ستار. لو نلاحظ هنا أنا RST، الار مباشرة اذا شغل الكونتكتر الاول راح يوصل الى اليو، والاس راح يوصل الى الفي، والتي راح يوصل الى الدبليو. طلاب بنعكس الجهد وران محرك الثري فيز، نغير الار مكان اس، او اس مكان تي، او تي بدل ار، يعني نقلب اي فيز، يعني يبقى فيز على وضعه. فهنا هنا الكونتكتر الثاني اللي هو C2 يمر عندي الار، لو نتبع الار وين واصل هذا الاحمر، الار واصل الى الاس ونازل الى الفي، يعني الار متبدل بدل الاس ونازل الى الفي واصل، والاس المن واصله نتبعها واصله الى اليو، يعني تبدل الار بدل الاس، والتي ظل كما هو، التي نازل هنا واصل الى الدبليو. ف يشتغل عكس اتجاه الدوران، بس شرط ما يصير يشغلون دولة اثنيناتهم سوا، ما يصير يشغل كونتكتر C1 وكونتكتر C2 بنفس اللحظة. اذا صار تشغيل اثنيناتهم سوا راح يصير عندي شورت بين الاس وبين الار. فدائرة السيطرة لازم نخلي حماية حتى ما يشغلون اثنيناتهم سوا، لازم واحد من عندهم. نطفي، يلا نعكس اتجاه الدوران، يجي على دائرة السيطرة. هنا أنا يمر عندي R عن طريق المصهر F، وعن طريق الملامسات الأوفرلود النورمالي فلوز 95 96، وعن طريق البوش بوتوم الأوف، يوصل عندي لهذا المكان اللي هو هنا كلها مفتوحة قدام الأون 1 والأون 2، الأون 1 باتجاه عقرب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة. فعندي هنا أنا الأون 1 من أضغط عليه راح يوصل مباشرة إلى السي 1، راح يفتر اتجاه المحرك، هنقول باتجاه عقرب الساعة. C1 هو شنو؟ شغل المحرك مثل ما شفناه بدارة القدرة، شغله. هنا لو كان بالخطأ انضغط على الاون 2 اللي هو عكس جهة دوران، لو ضغطنا عليه نلاحظ احنا بالطريق مربوطة C1، من الشغل C1 نعرف احنا كنا في شغل الكونتاكتر C1 شكو ملامس تابع له، هاي يغير حالته، اذا كان مغلق يفتحه واذا كان مفتوح يغلقه. فهنا هي نورمال كلوز بالنسبة له للسي 1، من الشغل السي 1 شغل المحرك هاي نقطة فتحها، فحتى لو نضغط عكس اتجاه دوران من الاون 2 ما راح يشتغل السي 2 لانه هاي مفتوحة كحماية. وكنا نعرف هنا السي 1 هي تعطيني استمرارية، لان هذا بوش بوتوم من ارفع ايدي حتى يستمر بالتشغيل. اذا اريد نطفي المحرك او نغير اتجاه دورانه راح نضغط على الاوف، نضغط على الاوف يتوقف المحرك، الملامسات كلها ترجع لمكاناتها، يعني السي 1 هذا هنا الملامس حيرجع الوضع هو كلوز، اضغط على الاون 2 راح يفتر عكس عقارب الساعة، وهاي عند الاستمرارية تابعة للسي 2. هنا انا عند الضغط على
الاون 1 هسه بالعكس، نضغط على الاون 1 بالغلط راح شنو؟ ما راح يشتغل السي 1. ليش؟ لان السي 2 فتح هاي الملامس التابعه له هي النورمالي كلوز. هذا هو المبدأ الأساسي بالعمل. هنا عندنا المناقشة. أولا، في دائرة السيطرة ما الفائدة من ملامسات الكونتاكتر C1 و C2 اللي هي 21 22 اللي هي هاي بالرسم؟ شنو الفائدة من هاي الملامسات الاثنين؟ ثانيا، هل يجوز تشغيل كونتاكتر C1 و C2 بنفس الوقت ولماذا؟ ثلاثة، اشرح عمل دائرة السيطرة.